عادل عبد المهدي لما اجى لرئاسة الوزراء شاف روحه بتركة ثقيلة جدا من المالكي والعبادي، ما قدر يتحرك ضد مسألة حل هذه الفصائل، اما انه تنضم للجيش العراقي ولا المنظومة الدفاعية العراقية تحت راية الشرطة الاتحادية. هناك جزء منهم مو عراقيين، شلون؟ اي نعم شلون ينضموا؟ حلو حلو، صحيح صحيح جدا. وانا قلت لك يمكن اغلبية يكونون عراقيين لكن البقية مو عراقيين. عدا هاي بس اكو نقطه، اللي اخذوا رواتب من الحكومه العراقيه العراقيين والمو عراقيين الكل الكل، يعني عندك وحدات حمايه سنجار بين قوسين، وحدات حمايه سنجار هاي او مثلا قوات تابعه لحزب العمال الكردستاني، وحدات حمايه الشعب، وحدات حمايه سنجار وكذا كذا، هاي المسائل موجوده كانت. انا قلت لك اخ عدي، يعني الرئيس مسعود بارزاني اللي اكثر من مره قال احنا نشد على يد كل قوه شريفه تحارب ويانا، ولكن بعد ما تخلص الحرب. الرئيس مسعود بارزاني اقترح مساله مشروع وطني لمحافظه نينوى، سياسي وعسكري. المشروع السياسي كان يتضمن مصالحة بين جميع الأطراف، المشروع العسكري أن تكون القوات المتواجدة في هذه المنطقة قوات ضمن المنظومة الدفاعية العراقية. حلو، قوات ضمن المنظومة الدفاعية العراقية. بس من أبناء المنطقة؟ من أبناء المنطقة نعم. الشرطة المجتمعية، الشرطة الاتحادية، قوات خاصة بحماية سنجار تابعة لوزارة الدفاع العراقية، وكرس وزارة البيشمركة لخدمة هذه المنطقة. ما تحققت هاي المسألة، ما تحققت. الحكومة العراقية بضغط من هذه الأطراف التي تستقوي بحزب العمال الكردستاني في هذه المناطق خلت المسألة تكون في أدراج الرياح.